داء الأسكارس هو مرض يصيب الإنسان وينتج عن الديدان المستدير الطفيلية، وهي ما تعرف باسم ديدان الأسكارس أو حياة البطن من جنس سكارس، حيث يرتفع عدد المصابين به وربما يصل إلى ربع سكان العالم، وخاصة أنه يعد أكثر انتشارا في المناطق الاستوائية والمناطق التي تعاني من إعدام الاهتمام بالنظافة والصحة العامة. معدل انتشار الإصابة بديدان الأسكارس: لقد وجد ما يقارب من 1.5 مليار فرد مصاب بديدان الأسكارس، وخاصة في قارتي أفريقيا وآسيا. تعيش ديدان الأسكارس اليافعة في تجويف الأمعاء الدقيقة. تضع أنثى الأسكارس ما يقارب من 200,000 بويضة يومياً تخرج مع البراز. يمكن ابتلاع بويضات الأسكارس غير الملقحة، ولكنها لا تعد ناقية للعدوى. أما البويضات الملقحة والتي يوجد بها جنين تصبح ناقية للعدوى بعد مرور فترة تتراوح من 18 يوماً إلى عدة أسابيع. وبعد ابتلاع البويضات الحاملة للعدوى فإنها تفقس وتخرج منها اليرقات التي تغزو الغشاء المخاطي لتصل إلى الرئتين، وبعد ذلك تظل اليرقات في الرئتين حتى تنمو وتنضج، وذلك خلال فترة تتراوح من 10 أيام إلى 14 يوما، ثم تخترق لتصعد إلى القصب الهوائية وتصل إلى الحلق والبلعوم، وهنا يتم ابتلاعها مرة أخرى وبذلك تتكرر دورة حياتها. وعند وصولها إلى الأمعاء الدقيقة فإنها تنمو وتطور لتصبح الديدان اليافعة، وتستغرق دورة حياة الأسكارس بدءا من ابتلاع البويضات الحامل للعدوى إلى أن تصبح أنثى الديدان اليافعة قادرة على وضع البيض فترة تتراوح من 2 إلى 3 أشهر. وعلاوة على ذلك يمكن أن تعيش الديدان اليافعة فترة تتراوح من 1 إلى 2 سنين. القي والغثيان: الإسهال وعدم انتظام حركة الماء، فقدان الوزن، ضعف في نمو الأطفال المصابين به بسبب سوء امتصاص المغذيات، عدم الراحة، وآلام في البطن. عادة ما يتم تشخيص الإصابة بالإسكارس مصادفة، وذلك عند رؤية الفرد المصاب مرور بعض الديدان في البراز أو القي. كذلك يمكن تشخيص الإسكارس من خلال عمل أشعة تكس التي توضح أن طول الدودة قد يبلغ من 15 إلى 35 سنتيمتر حيث تملأ الأمعاء، وأحيانا ما تكون في صورة ملتوية أي تجمع ديدان في صورة كتل. الوقاية: يمكن تجنب عدوى الأسكارس بالأمور التالية: أولاً، تجنب ملامسة التربة الملوثة بفضلات الإنسان. ثانياً، عدم التغوط في الأماكن الخارجية العامة. ثالثاً، التخلص من حفاضات الأطفال بشكل صحيح. رابعاً، غسل اليدين بالماء والصابون قبل تجهيز الغذاء. طرق العلاج: نورد فيما يلي الأدوية الصيدلية التي تستخدم لقتل الديدان المستديرة، ويطلق عليه الأدوية الطاردة للديدان. دواء بيراناتول باموات: يزيل استقطاب الوصل العصبي العضلي لحمض النيكوتينيك مما يؤدي إلى حدوث شلل تشنجي لدودة الأسكارس. دواء فيبانادازول: يؤدي هذا الدواء إلى هجرة دودة الأسكارس إلى المريء، لذلك فإنه عادة ما يعطى مع دواء بيبرازين. لقد استخدم الأمريكيون الأصليون بصورة تقليدية النبات الطبي إبرازوتي في علاج الديدان.